في هذا المنزل الذي يبعد عن مدينة الجلفة 7 كيلومتر تقطن عائلة رحمون سعد التي تتكون من 6 أفراد من بينهم رحمون رزقة ذات الأعوام 4 التي تعاني من إعاقة في الرجلين منذ ولادتها حرمتها من المشي بصفة طبيعية. أوتي مساء الخير عليكم. واليوم ما نقدرش شو نقول لك، يعجز اللسان عن تعبير. اليوم راه عندنا قناة قرية وراني فرح وليداتي فرحين والناس اللي يعرفوا رزقة كاع راهم فرحين. راني بشرتهم وقلت لهم راهم جايين قناة والناس كاع راها فرحت لي، وان شاء الله من اليوم ان شاء الله شو نقول لكم، والله عندي امل فيكم وفي ناس الخير وفي المسؤولين. وراك هذه رزقة راكم تعرفوها، راني حاب ندير لها كالعين وحابها تمشي. تزداد حجم المعاناة التي تتكبدها العائلة حسب تصريح والدها يوما بعد يوم، وأكد أن مستشفى الجلفة منحهم أرجلا اصطناعية لرزقة لكنها لم تستطع المشي لثقل وزنهم وصلابتهم. كثر خير ناس الجلفة وسبيطار تاع الجلفة اللي راه في بن جرماء خدم لي ليها أرجل، بصح ما هم باللي يقدروا عليها يكثر خيرهم ويرحم والديهم، بصح الأرجل ما قدرش تمشي بهم، إنسان كبير وما يقدرش يمشي بهم. وش نقول لكم، هذا الدوسي تاعها راني ملي زادت وانا نجري عليها، زادت عندها 4 سنين، زادت عندها 4 سنين وانا طالعها وراكم تشوفوا. هذا الدوسي تاعها، راني من طبيب للطبيب، من سبيطار للسبيطار، كل واحد يشيب لي. وكاين ناس راهم فرحوني وقال لي راه عد بنتك امل وان شاء الله تمشي. وش نقول لكم، ان شاء الله هذا الامل ما يخيبش. املي اول حاجه في ربي سبحانه وفيكم، هذه نقولها لكم. وراكم تشوفوا في الحاله تاعي، راني ساكن في العرب، ابدا نروح للجلفه ونجي نكري كاروسه ب50 ونجي ب50، ما خلافي لا راح ليا الحال، وليداتي يعودوا وحدهم، تريستي راني جايبها من عند جيران، الما جايبه من عند جيران. وش نقول لكم، كثر خير جيراني ويرحم والديكم. عائلة رحمون تناشد السلطات المحلية وأصحاب الضمائر الحية والقلوب الرحيمة بتقديم يد العون والمساعدة لإعانتها واقتناء أرجل اصطناعية لها لتغطية إعاقتها لتتمكن من مواصلة مشوارها في الحياة وإسعادها بالمشي مثل باقي أبناء سنها.